السلام على النبي خير الأنام. هيا اسمعوا مني يا كرام، هقول حكاية حلوة وعال لها معاني ولها أهداف، عن شخص كان من ربه بيخاف، أم وأبوه كانوا أشراف، وهو صالح وابن حلال. اسمه إيه؟ طبعه إيه؟ هنقول عليه اسمع يا عاشق وصلي عليه. من أول الإنسان البدائي ما كان بيجتمع حوالين النار، ولحد عصر منصات الأفلام والمسلسلات وهو بيحب القصص. القصص كانت وما زالت وسيلة لنقل القيم والأعراف والعبرة ما بين الأجيال. هنا في الشرقية القصة هي رقم واحد في الغنى التراثي الشعبي. راحة فين يا حاجة يا مشا القطيفة، راحة زور العربي محمد والكعبة الشريفة. يا فاطمة يا فاطمة يا بنت التهابي، افتح البوابة يا فاطمة أبوك نادانا. راح فين يا حاجة يا ام الشال سماوي، راح ازور العربي محمد وارجع الجناوي. حاج سيد، انت بدأت في سن احمد تقريبا الغنى؟ اه، هو اصلا انا كنت طفل عن 8 سنين وهويتي كنت اول بجود قرآن، وبعد كده من تجويد القرآن بقيت انشد، وبقيت بقى طبعا بقيت اشوف صيطه ومنشدين ومدحين، من ضمنهم الشبكي ومحمد البنا وابو دراع والشيخ طلعت والجماعه اللي هم القدام دول. فتاثرت بالمهنه ونميت عن طريق عن النشاط المدرسي، يعني كنت اروح اي مدرسه سواء كان في الاعداديه اخد نشاط مدرسي، في الاذاعه، في الدبلوم الصناعي، خريج دبلوم صناعي برضو ماسك النشاط المدرسي. بعد ما خلصت دبلوم الصناعي 5 سنين سنه 91 بدأت بقى اخش نقاش الثقافة وامشي في المهنة الرسمي بقى بالاحتراف. والليالي الدينية طبعا الاذكار والموالد والحاجات دي، كل الاحتكاكات ديت بتصنع الفنان او المداح الديني. حضرتك متفرغ لل لا الحمد لله. ما عندكش اي مهنة تانية؟ لا لا لا. الغنى قادر يفتح بيت؟ يفتح في حالة واحدة، الصلاة على النبي. لو الانسان حب المهنة، لو كل انسان حب مهنته يخلص فيها هتديله، وبعد كده بتقوى الله بقى الانسان يكون مع ربنا طاقي ويصلي ويدي ربنا حقه ويدعي ربنا هيديه طبعا. بتغني تراث وواخد الطربوش. اللبس البلدي بالطربوش. انت ليه خدت الشكل ده اول حاجه مبدئيا؟ يعني هو عامه اي فنان شعبي لازم يكون مميز. ايه اللي بيفرق الفنان عن الفرقه؟ اللبس. اشمعنى الطربوش؟ لان هتلاقينا كان الفنان محمد طه، وكان الفنان ابو دراع، والشبكي، وقبل الشبكي الرئيس حمزاوي، والرئيس متقال كان بيلبس طربوش. يعني كناس من 60-70 سنة تورثوا اللبس البلدي، الجلباب البلدي والتلفيع والطربوش. ده تراث، يعتبر تراث شعبي. اتعلمت على ايد مين؟ مين علمك؟ هو المهنة عامة من صغري كنت انا اقوى الحاج محمد الشبكي. يعني هو كنت انا اوعى كده، كان مداح دين وفنان شعبي. فبقيت اسمع له المواويل الشعبية والقصص والاغنية بتقطوقة، المولى العربي، المولى الاحمر، المولى الاخضر. اشتغلت معاه؟ لا مش اشتغلت، انا قعدت معاه، يعني كنت اروح اقعد معاه المسرح، وكنت في ليالي كان يطلب بعنوان القصص كنت اكتبها له في موالد. عندي الشجر عندي الميه، رأيتها قصدي الغيها، دي بنت ذوق متربيه، والزرع الاخضر حواليها، شفت الجمال زي الغزال، شفت الجمال زي الغزال. أنا قلبي مال بصراحة للبنت الحلوة الفلاحة. اتولد محمد الشبكي في قرية شوبك بسطة بالزقازيق سنة 1940، واتضرب بالغنى وهو عنده 12-13 سنة. كان بيحضر الأفراح والموالد، يسمع ويقلد
ولما بدأ اسمه يتردد إن صوته حلو أهله منعوه يروح الأفراح حفاظا على سمعة العيلة واسمها. وفي ليلة كان فيه فرح جنب بلدهم هيغني فيه الحاج مصطفى مرسي، وده فنان شعب اتعرف في الخمسينات، وهرب محمد الشبكي من البيت وراح الفرح. كان الحاج مصطفى مرسي كبر في السن، فقال موال بيتحسر فيه على أيام الشباب وش يعمل العود مدام خالي من الأوتار. اتأثر الشبكي بالموال واستأذن انه يغني، وارتجل وقال: يا حاج مصطفى من بعد الستين عملوا الحاضرين لك هيبة، والشعر الأبيض ده تاج بيزيد الرجال هيبة، والفن ما هواش بالسن ده من عند الإله هيبة. وفي الوقت اللي الناس كانت بتسقف فيه لمحمد الشبكي دخل أبوه الفرح وعينيه بتطق شرار عايز الواد، وشافوا الحاج مصطفى مرسي فسأله: هو الولد ابنك؟ قال له: أيوة ابني ومطلع عيني وفاكر نفسه فنان. فرد عليه الحاج مصطفى وقال له: بس ده فعلا فنان، وحرام تحرمه من الفن وتحرم الفن منه. ومن الليلة دي بدأ الشبكي رحلته لحد ما بقى واحد من أهم المغنيين الشعبيين اللي ألفوا وغنوا قصص. شافها مرة وتاني مرة بالعجل شافها، فبص لها واتأكد وعرفها، لقاها زي القمر وتزيد في أوصافها، حلاوة الست مش بياض اللون، حلاوة الست أدبها وشرفها. عجبوا الجمال حب يسأل على أصله، مشى وراها مشى وراها يراقبها، لقاها مشى بأدبها، سأل الناس قالوا عنها ده بنت صالحة وبنت حلال، لكن أبوها على قده ما في أي شيء ملك في يده، والعطارة بيعمله عطار بسيط على قد الحال. فقال خلاص على خيرة الله، مشى وخد رجلين وياه، وصلوا لابوها وجلسوا معاه، بعد التحية بدأوا السؤال، قالوا احنا جينا إلى حدك، الأخ نور طلب نسبك، وبالحلال ياخد بنتك. أبو البنية رد وقال: يا 300 مرحبا بالناس الصالحين، وانا يكل الشرف بنسبك يا نور الدين، اديني فرصة اشور اما الجواب بعدين. وبعد استشارة البنية البنت رضيت بيه، شهر والتاني كتبت وفرحوا يا مستمعين. الأصول يا جدع هي اللي بتسعد الأرواح، انت الأصول يا جدع هي اللي بتسعد الراجل، وعجبي على ناس يغني بالكم يا ناس، في ناس مساوي يا ناس للراجل كانوا مسواش. الفن الشعبي عامة بتكون من موال وطقطوقة وقصة،
طبعا فن القصه ده موضوع تاني، يعني قصه انت بتحكي قصه في مولد او في مناسبه او بعد فرح او في فرح طول ساعه ونص ساعتين، بتكون اقل حاجه من 14 ملحمه. ملحمه يعني مواد غير الابيات حسب الشاعر اللي بيكتب القصه. مين بيسمعها؟ لا مين سميعه القصه؟ النهار جميع المدن الارياف. لان الارياف النهارده بنروح الفرح طبعا قاعده شعبيه والناس قاعده مبسوطه، الفنان بيطلع المسرح بفرقته بيعمل ديكور بيعمل كل حاجه حلوه. قول لي طيب ايه مواصفات القصه اللي ناجحه اللي يحبها الناس؟ لازم يكون فيها جاذبيه، يعني فيها واحد هيقتل اخته، واحد بيتعدى على مراته او بيقتلها عشان يتجوز واحده ثانيه، حاجات كتير، قصص الحياه. انت كفنان مين اللي بيعجبك من الفنانين اللي حكوا قصص؟ هو بالنسبه في كتير بس اللي احسنهم ليا الله يرحمه الحاج محمد شوقي. مين كان بيالف له؟ واحد اسمه علي الشرقاوي، ده كان اساسا من 50 60 سنه ده كان مؤلف القصص رسمي معروف في الشرقيه من قريه اسمها الشبراوين، وبعد كده معاشه المال الحاج محمد يكتب. انت ليه اكتفيت بالتراث؟ ليه ما حاولتش تعمل حاجات خاصه بيك؟ لان هو التراث ما تغيرش، القصه الثابته، اللي بيظلم مراته، اللي بيظلم اخوه عشان الميراث، اللي ما دي حقائق واقعيه. بس في قضايا اجتماعيه بتجد في الحياه، بتجد بس قصص تانية. ماشي بس على نفس النمط لان كل قصه لها بدايه ونهايه. انا ملاحظ بس ان معظم فرقتك كبار في السن، يعني معظمهم فوق الستين مش كده ولا انا غلطان؟ لا في حدود الستين، اللي طلع المعاش من حوالي سنه وتعرف سنتين كلهم في حدود بعض. جمهوركم نفس السن ولا ممكن شباب يسمعكم؟ لا النهارده احنا بدنا نشكل بقى، يعني النهارده الفنان لازم يكون متطلع في ايه؟ النهارده انت في زمن النت، كنا الاول بنشتغل بصفاره وعود وكمانجه. طبعا الشاب النهارده عاوز يسمع حاجه على الاورج، طبعا واحد كبير عاوز يسمع حاجه للست يسمع من كمانجه او الداي او الكل. هي كمانجات بتكملها على الاورج. سيبهم سليم الحق يقول يا كريم الحق يقول يا كريم يا رب خلي. عم محمود النمس. نعم. كم سنة؟ 64. أنت فلاح صح كده؟ نعم. في الأساس فلاح. بتمارس الفلاحة؟ طبعا. بتمارسها كل يوم ولا إيه يعني؟ طبعا يعني الرز عايز تمليه بنمليه، الذرة عايزة تشرب بمسجية، يعني طلبات الحياة يعني اللي هي. وإزاي يبقى المزارع فنان؟ ما هي ده بقى يعني دي ما تقول الفن يعني هي بتبغية يعني. انت غاوي الكولة من امتى؟ غاوي الكولة من يمكن وانا عندي 10 سنين، كنت بروح المولد كده حرانا مولد اسمه سيدي سليم ابو مسلم عالم الشرقيه هنا. فبقى في ناس اسمه واحد اسمه السيد بيومي كان بيجيب الغاب ده ويعمله. اشتريته حبه صفر كده وحبه كده وحبه كده لما اتعلمته مع نفسك. مع نفسك سماعي ما رحتش لا مدرسه ولا كان ولا ما رحتش المدرسه خالص، يمكن يعني سنه اولى وما رحتش المدرسه. وبدات بقى تحترف الشغلانه دي اللي هو تروح فرقه ولا كان حد. انا واحد اسمه عمي عاشور من صفه الحنه. كان بيعمل افراح، اجي من الاجازه من الديش عليه اطلع معاه للشغل واخلص واطلع الاجازه بتاعتي تاني. بس الراجل الفلاح ده بيصحى من النجمه هطلع. والفنان بينام النجمه، ازاي بتجمع بين الحاجتين دول؟ بالعكس ما انا خدت على كده، يعني ممكن ارن سهران طوله الليل واصلي الفجر واجي انام اقوم الساعه 7 تاني عادي امارس شغلي، اذا كان في الغيط اذا كان ورايا حاجه اعملها عادي يعني. حد في العيله عنده الهوايه الموهبه دي؟ ابدا، ولا عيالي حتى اتعلموا، حاولت واحد يتعلم فيهم حتى يبقى بعد ما اموت حتى يبقى يشتغل فما فيش. طب ممكن يبقى له شغل تاني، اشمعنى عايز يشتغل يعني يشتغل الشغلانه دي؟ الشغلانه دي لو انت وراك يعني عندك مشاكل عندك اي حاجه ومسكت الناي ده واشتغلت عليه تنسى الدنيا وتنسى كل حاجه وراك، يعني تبقى عايش في عالم تاني. يا
عم سيد، انا اسمع عن ارتام كتير جدا انتوا بتشتغلوا بيها، منها مثلا الفن الحواسي. وليه ارتام كمان متعدده. ايه هو الفن الحواسي؟ الفن الحواسي يعتبر فن زي الفن البسيوني. زي الفن التلقائي. البسيوني دي بترجع لبسيون. ايوه. والحواسي ده لسيد حواس اللي هو شاعر السيره الهلاليه في الدلتا. صح كده؟ على حسب فين؟ من صندوق باسط غربيه. وهو بيقول بارتام مختلفه. زي ايه مثلا؟ من معجزات النبي احمد كحيل العين، الورد فتح وانشق القمر ده له نصفين، كان لما يمشي الملايكة يحرسوا صافين، وعلى البراك ارتفع لما سبع سماوات. في رتم تاني اسمه رتم التحية. يا مرحبا، أجمل تحية عرب الشرقية، يعني شوبك بسطة الأهل والكلة. لما دعوني أهلي وحبايبي في كل مكان وكل عنوان، مصر الجميلة المنورة، أقدم تحية لضيوف حلوية حضروا إلي باليمن والإشراق. يا مرحبا، سنة طيبة والكل فرحان ليكم تحية. وفي برضو الرتم البسيوني. الرتم البسيوني بقى من بسيوني ليه؟ أنا اللي عاشق صبابة، اسمع وروق بقى يابا، ده الفن خبرة وكتابة، واللي سمعني صلى عليه. نبي الشفاعة ما بين إيديه، وربنا خصصها إليه، رفع مقامه وأعلى إليه، نبينا والله نصلى عليه. في كمان نص الدولاب. وفي الدولاب. في دولاب ونص دولاب. ايه بقى نص الدولاب؟ بناخده احنا عشان التحيات اللي بتبقى في الافراح. يقول لك ايه؟ بعد الكلام عندي سلام للناس، ليلة نلت الهنا زاد الهنا على الناس، قالوا اللي بحبه ربنا يا شبك يحب فيه جميع الناس، والعبد مدام معاه ربنا ما يهم كلام الناس. امشي عدل تنعدل تحبك جميع الناس. انت جاي منين يا عم صلاح؟ من المنوفيه صح؟ حضرتك من المنوفيه. بتشتغل الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ بقالي 55 سنه. واشمعنى الاله دي بالذات يعني؟ انا عشقتها وحبيتها وتعلمتها. عندك شغلانه تانيه ولا مكتفي بدي بس؟ كنت شغال في الشرطه برضو، عازف كمان ولا في الشرطه. وكملت بعد كده؟ وكملت تالت بقى، بقالي 55 سنه. عم عوض، دي التوره. دي التوره. ايه الفرق ما بين التوره والسجاط؟ السجاط رقصين. رقصين. السجاط ده وحجمها متهيألي اصغر. لا دي اكبر حاجه عشان ماسكه الايد. ودي بتستخدم في الذكر، وبتستخدم في الاغاني البلدي وكل حاجه. كل حاجه. انت اساسا شغال بإعجاز. بتشتغل ده وده ازاي؟ بشتغل ده بكل عندي الشيخ سيد بايت عليا بقى من الحساب، ادي الفرن بتاعتي واروح له زي ما يطلبني. من زمان موضوع الجاز ده مهم الخواجات جدا عن قبل. من ايام الملك فاروق كان ماسك الزازيعه الزازيق. طب قول لي ايه اللي عجبك في الاله؟ هي بقى بتاعتي كده. يعني شفتها فين؟ حبيتها ازاي؟ حبيتها في مخي. كنت واقف بعد شويه لما اتعلمتها. بتطلع منك ايقاعات كتير يعني؟ بتطلع بمشي مع جميع العده. سمعني كده وريني الايقاعات اللي بتعملها. دي الذكر. ذكر. ملفوف. على الواحده. عندك كم سنه يا عم عوض؟ 71. شباب يعني؟ لا ما خبره. دي خبره السنين. الناس دي فنانين واخدين خبره من السنين. يا عم السيد ده تاريخ فن كبير. عم عوض، عم محمود، عم صلاح. ما انا يعني المشكله ان احنا عندنا مشكله واحده في الموضوع، الفن الشعبي.
لو كل واحد مثلا بيعزف كمانجة او يعلم ابنه، لكن النهارده مشكلة ان ده لا ده ابنه بيتعلم وده ابنه بيتعلم، تبقى مشكلة. عم سيد عنده ولاده فنانين اعرف صح كده؟ في فرق كبير ما بين شغل ولادك وشغل الحاج سيد؟ الفرق ان هو الشغل اللي بتاع اللي منذ مش برتاح فيه. بترتاحش فيه؟ لما البلدية اشتغل فيه. انت لحقت ناس قديمه يا حاج سيد؟ ناس قديمه الحاج محمد الشبك العمر الطويل لك. اشتغلت معاه؟ اشتغلت معاه 25 سنه. وعيد الشبك اشتغلت معاه 8 سنين. اشتغلت مع مشايخ كتيره. ايه الارتام اللي بتستخدموها، الايقاعات اللي بتستخدموها مع الشغل البلدي؟ في ريتني بقول كده اهو، ريتني تاني بيمدح في النبي مثلا ذكر كده اهو، طفلة مات أبوها ورباها عمها، ومن وهي صغيرة بتقول للعم يابا. كبرت الطفلة والنهاردة بقت عروسة، والليلة ليلة حنتها على ابن عمها اللي بيقول لعمها يابا. كل البلد فرحانين بيهم، القرايب والجيران من صباحية ربنا، وهم شايلين على كتافهم اقفاص وكياس وشولة بيجاملوا بيهم أهل العريس والعروسة. ودي عوايد وتقاليد كفر الباشا بمركز ديار بنجم شرقية، عوايد مليانة محبة وفرحة من القلب. زفوا البشاير يا الله يا البيت دالوا جمع ويوفى الله وسعداء اللي قال القصة دي قصة جديدة فيها دروس حلوة مفيدة بتحكي عن أسرة سعيدة كانوا عايشين في هنا وسرور. قالت يا بابا أنا بحب واحد جارنا اسمه كمال. اشتغل ايه يا بنتي؟ قالت على قد حاله، عنده عمارة في الدقي. لا 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 لا. فطبعا الاب لازم يشور على البنت، الشرع بيقول كده، عريس ايجه تشور على البنت. فراح يشور على اخوها الكبير عمار، وقف عمار وفرد ايشه وبيقول وقف عمار يعارض ويقول النسب ده ما ينفعنا. وقف عمار يقول النسب ده ما ينفعناش، دوت معاه دبلوم صنايع ولا توظفش وشغلته نقاش، وابوه على قد حاله وصنعته خياش، واحنا ناس اغنية يا بابا مناسب زينا واكتر بهية. قالت له قصر ناخد حبيبي لبلاش.